سلام تلمون، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير في حديمة اليوم إن شاء الله. ونزولا عن طرب بزاف ديال المتتبعين في صفحتي في الانستغرام من بعد ما شاركت هاد الملوي ستوريات، فوصلوني بزاف ديال الرسائل بغيت الوصفة نشاركها معكم بالتفصيل في القناة هنايا في اليوتيوب. فاليوم إن شاء الله غنشارك معكم هاد الملوي هذا كيجي رائع، سمعوا لي تقرميشة. بدون تعليق كنظن ان هذا الملوي شكل راسو الراسو كيجي كانكم كتاكلوا البسطيله مقرمش ومقرمل ومجمر، الورقه على اختها من الداخل كيجي الشعره على اختها كانه رزيزه من الداخل، حرش ومخشخش كيحمق. الطريقه اللي غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله هي طريقه تقدروا تقولوا اكسبريس جد مبسطه، دغيا كيوجد فيها هذا الملوي ما كياخذش بزاف ديال الوقت في حال الطرق العاديه. رائع، ريحته كتعطس وبنين. بقوا معايا ان شاء الله حتى الأخير ديال الفيديو باش نشوف المكونات وطريقة تحضير الملوي محراش بالعشوب. أول مرحلة في تحضير هاد الملوي سخون ديال الشتوى هي الخدمة ديال العجينة. هنا في كسرية عندي قياس 800 غرام ديال السميدة الرقيقة ديال الحلوى، السميدة الخاصة بالحلويات كنصوبو بها الحرشة والبغرير. وهنا عندي 200 غرام سواء ديال الدقيق ديال الفرينه، لطفرات عندكم فرينه مشططه كتخدموا بها، ما عندكمش تقدروا تعوضوها بدقيق الفورس الخاص بالحلويات. غادي نزيد شويه ديال الملحه نملح هاد العجينه. عندي هنايا معلقه صغيره غربلتها مزيان شططتها ديال المساخن، غربلوها مزيان باش كي تكونوا كتقرصوا في هاد الملوي ما يقطعش لكم العجينه. وبالنسبه لهذا العشوب راهو المساخن ماشي راس الحانوت، كنأكد وكنعاود على المساخن. بالنسبه للناس اللي كيتسائلوا شنو هو الفرق ما بين المساخن وراس الحانوت، في سبق لي نزلت في القناه فيديو توضيحي على التلقيمات المغربيه كاملهم. بغيتوا تشوفوا التركيبه ديال المساخن كتدخلوا اليوتيوب وكتكتبوا التلقيمات المغربيه شي وضر المخزن، غيطلع لكم الفيديو فيه ادق التفاصيل على كاع التلقيمات اللي غادي تحتاجوا في المطبخ المغربي. غادي نزيد ساشي ديال الخميره ديال الحلوه الوزن 7 غرام، معلقه كبيره عامره ديال الزيت البلديه، ومعلقه كبيره ديال العسل. انا هنايا خدمت بالعسل الحر، نتوما كتخدموا باي نوع من انواع العسل توفر لكم، ما عندكمش تقدروا تعوضوا هذه الكميه هذه بالسكر سنيده كديروا معلقه كبيره ديال السكر سنيده. وغادي نبدا نعجن في العجينه بالماء دافي. وانتوما كتزيدوا الماء وانتوما كتجمعوا هكذا، بقيت كنزيد في الماء وكنجمع في العجينه حتى حصلت على عجينه بهذا القوام. كتجي مرخوفه ما كتجيش قاصحه بزاف، ما كتجيش تاني جاريه، كتجي القوام ديالها هكذا مرخوف. فغادي نجمعها هنا في قنط القصريه نغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح من 10 حتى ل 15 دقيقه. العجينه من بعد ما خليتها ارتاحت مده ربع ساعه غادي ندلكها. كتشوفوا انها كتعطي الطوع ملي كترتاح السميده كتعطي الطوع، فغادي ندلكها واحد شويه. غادي نعطيها الدليك واحد 10 ديال الدقائق. من بعد ما دلكت العجينه مده ديال 10 دقائق غادي نعاود نغطيها بفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح في القصريه من ربع ساعه حتى نص ساعه، شخصيا خليتها نص ساعه. هنا غادي ناخذ العجينه صافي وجدات رطابت وتلقات، غادي ناخذ العجينه وغادي نقسمها على وحدات. فشخصيا اليوم ان شاء الله غادي ندير الملوي مهور، يعني ملوي كبير ديال الناس زمان، فغادي نقسم هذه الكميه ديال العجينه على 5 ديال الوحدات، والحجم ديال الملوي كيبقى على حساب الذوق ديالكم. بغيتو الملوي في حالي ديروه كبير اولا متوسط اولا صغير. غادي نجمع العجينات هكذا، ما غادي ندير لا زيت لا حتى شي حاجه، هي اصلا ما كتلصق ما والو. غادي نكور هاد الحبات ديال العجينه كلهم، واللي كورتها نحطها في بلاطو وعاد ديك الساعه ندهنها بالزيت. كملت كوار ديال العجينه، دهنت بلاطو بالزيت ودهنت حتى الحبات ديال العجينه بالزيت، غطيتهم في الماليمونتير غادي نخليهم يرتاحوا تقريبا من 10 دقائق حتى لربع ساعه باش يجيكم التقراص والطراق ديال الملوي ساهل. غادي ندوز دابا للطراق ديال الملوي. هنا عندي كميه ديال الزبده نوازات، خديت الزبده من اصل حيواني من نوع ممتاز، ذوبتها وحمرت هذاك الحليب اللي فيها حتى ولات على شكل نوازات بردات. نخفض درجه الحراره ديالها، غادي نزيد عليها شويه ديال
زيت نباتيه، تقدروا تخدموا بزيت الزيتون الا بغيتوا او لا الزيت البلديه. غادي نحرك وهاد الخليط هذا هو باش غادي نورق الملوي. غنحطو على جنب، وهنا شويه ديال الزيت نباتيه باش نقرص، وشويه ديال سواء كتخدموا بالسميده الرقيقه او لا الفينو، هادشي للطراق. وغادي نجيب العجينه ونبدا نورق فيها. غادي ندهن الطبله علاش كنخدم، ونجيب الحبه الاولى كتكون ارتاحت ونبدا نقرص فيها. صلعنبي قرصت العجينه بهذا الشكل، كتشوفوا كي كتجي العجينه الا تبعتوا الطريقه والنصائح اللي سبق لي وقلت في الفيديو، فغتجيكم بحال هكذا. كتشوفوها مقرصه رقيقه رغم انها سميده، فمقرصه رقيقه ما مقطعه ما مشرقه ما حتى شي حاجه، كتجي سوبل سهل في الخدمه. غادي ناخذ هذيك الزبده اللي خلطت مع الزيت، غادي نورق بها الملويه مزيان. ريحته عاطيه وكيجي حرش ومقوم ومعشب، كيجي غزال. غادي نسرح هذا الخليط ديال الزبده والزيت، وغادي نرش الوجه سواء بالفينو او لا بالسميده الرقيقه ديال الحلوه. هذيك السميده نيت باش عجنتو، شخصيا كندير الفينو بما ان العجينه معجونه بالسميده فكنورق بالفينو. وغادي نبدا كنجمع ولا نطوي العجينه، كتشوفوا كنهزها ما كتقطع ما والو، نفينيها. نجيب عاود هاد الجهه الوسط بهذا الشكل، وغادي نرش هاد الجهه هذه بشويه ديال اولا بالخليط ديال الزبده والزيت، شويه ديال السميده ولا الفينو. وغادي نجيب هاد الجهه هذه نهزها ونجيبها على هادي، وغادي ناخذ كذا كتجي طريه. غادي نقرصها واحد شويه من الخليط ديال الزبده والزيت، رشه ديال الفينو ولا السميده، ونبداو كنلوي في الملوي. وردوا البال ما تزيروش، الا كاع بغيت قاد العجينه كناخذها هكذا ونجرها واحد شويه نتيريها عندي ونبدا كنلوي وبلا ما نزير. كتشوفوا العجينه ما كتقطع ما والو. وغنجي لهاد القنت هذا، غادي نحاول انني نسرحو هكذا. ونجيبو ونسوديه هكذا على الجناب ديال الملوي. ناخذ هاد الملويه نديرها في بلاطو، نغطيها في الماء ليمونتير، ونخدم الحبات الاخرين ديال العجينه بنفس الطريقه حتى نسالي. بعد ما كملت الخدمه ديال الملوي غطيته بفيلم اليمونتير وخليته يرتاح. كتخدموا هكاك وتخليه يرتاح، شخصيا خليته يرتاح مده ساعه قضيت شغلي بيد ما يرتاح. ودابا غادي ندوز للطياب ديال الملوي، فغادي نبدا ديما باول حبه صوبت كتكون ارتاحت مزيان. دهنت الطبله علاش غادي نقرص، ونبدا نقرص هكذا. تقدروا ديروا ورق الطهي الا كان مثلا الحجم ديال الملوي كبير باش يعاونكم تهزوه ديروه في المقله، كديروا ورق الطهي كتقرصوا عليه. غادي نقرصها مزيان، وحاولوا انكم ما تقرصوش الملوي، ترققوه بزاف بلا قياس او لا تخليوه ثاني غليظ بزاف، كتقرصوه بسمك يكون متوسط. قرصت الحبه ديال الملوي هكذا، درت ورق الطهي حيت الحجم ديالو كبير باش نغلب عليه منين نبغي نديرو في المقله. في مقله ثقيله اولا المقله الوجديه، سواء كطيبوا في مقله ثقيله اولا الفراح اولا اي حاجه، غادي ندير شويه ديال زيت نباتيه، وغادي ندير الفانيليا. بهذا الشكل غادي نحيد ورق الطهي، وغادي نطيب هذا الملوي على عافيه تكون متوسطه. كي كيبدا الملوي كينبل من جناب هكذا، غادي نقلبو كتحسوا به شد راسو من التحت،
كتشوفوا كتيجي محمر وحرش، كيجي حرش كيجي شكاك ملس، ونبقى نطيب فيه هكذا مره مره كندورو حتى كطيب الملويه وكتحمر. شوفوا الملوي كي كيجي كل الجناب ديالو منفوخين، هانتوما حرش ومقرمل والجناب ديالو كله منفوخين. صلاه النبي، طابت هاد الملويه غنحيدها. شوفوا لي الملوي من بعد ما طاب، يلاه حيدته من فوق المقله. لا سمعوا لي التقرميشه كي دايره، شوفوا كي تيجي رائع، حرش 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 وبنين. شوفوا مورق الورقه على اختها، غادي نغطيه ونكمل الطياب ديال الملوي حتى نسالي. باش في الاخير كتحصلوا على ملوي محرش بالعشوب، كيجي بهذا الشكل محمر ومجمر ومخشخش ومقرمل بحال البسطيله من على برا بديك التقرميشه ديالو، ومن الداخل كي تكونوا كتاكلوا فيه الشعره على اختها بحال الرزيزه، كيجي خفيف تقدروا تاكلوا فيه قد ما بغيتوا ما يضركم حتى شي حاجه. ريحته كتعطس وبنين، قدموه مع اتاي سواء بالعسل الحر الزبده اولا الزيت البلديه اولا املو، اللي بغيتو اي حاجه قدمتوها معاه كيجي معاها غزال رائع. غترحموا لي الوالدين على هاد الوصفه. هاد الوصفه هي اختصار للوقت بالنسبه كاع الناس كيعرفوا المعجنات الا بغيتو تصوبوهم بالسميده كياخذوا الوقت، خاص العجينه تبقى اقل حاجه 6 سوايع اولا ليله كامله باش ترطب باش تعطيكم الطوع باش تكون ناجحه. اليوم ان شاء الله شاركت معكم هذا الفيديو بشكل مبسط اكسبريس، ملوي محرش اكسبريس دغيا كيوجد حتى الدقيقة 90. عجنوه وطيبوه بالصحة والراحة، ملوي ديال البرد بامتياز، ماكلة ودواء. وبقى نقول لكم صحة وراحة، إلا عجبتكم الوصفة ديال ملوي محرش بالعشوب ما تدخلوش عليا بلا لايك لي كومنتير. الناس ما مشاركينش معايا في القناة مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الإنذار باش يوصلكم الجديد كل مرة ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا ألف شكر، نتلقى بكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. على بروشين، تشاو.